هو الثغر ده اللي هيخليه طاهر ابراهيم ويجي مع حته مقطوعه زي دي؟ ما تشغليش بالك انت، لكن انت هيعمل ايه؟ هيقولوا ان ده مكان جايين يستخبوا فيه لازم يجي عين. يا سلام، على اساس ان هم مش مستخبيين في حته دلوقتي؟ هو انت بتزهقني ليه وبترد كتير ليه؟ هو قال ان عنده مشاكل في الحته اللي مستخبيين فيها، وصلنا للحل ده. اسكتي بقى شويه. هو ابراهيم جه. في ابراهيم، انا غلطت غلطه كبيره قوي، ما ينفعش ما اسلحهاش بسرعه. هسيب بيه، هتسيبه يمشي ولا ايه؟ ده هيروح فين يعني؟ انا هجيبه تاني. طب يا بيه، انا هروح اروح البيت نورة مع سميحة والعيال في المكان اللي انا مخبيهم فيه، وهجي لك يا بيه. ما تجيش، روح انت يلا. لا يا بيه مش هسيبك، هوديهم وهجي لك يا سليم بيه، هوديهم وهجي لك. امن نفسك يا بيه، لا يضرب عليك نار تاني. هوديها وهجي لك يا بيه. وما كملتش في اتفاقك ليه مع زنات يا ابراهيم؟ الخيانة مش سهلة قوي عليا كده يا سليم بيه، وبعدين انت بالنسبة لي ربنا العالم اللي في قلبي. يعني زي اخويا بالظبط. وانا مساعد منك زي ما انت بتقول، احنا بين اخوات ونورة بقت زي اختي. خلينا نفكر بقى ونشوف هنعمل ايه كده نطلعها من عند زناتي من غير ما تتأذي، وبالمرة نكسب اللي عمله زناتي فينا. هتعمل ايه بقى دلوقتي يا زناتي؟ معرفش يا صفاء، معرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ قلت لك من الاول سيبك من اللي في دماغك ده خالص يا زناتي، برضو ما سمعتش كلامي. بقول لك ايه، انا مش ناقص تقطيع مع المسا، كنت عايزين اسيبه يعني. ما انت كده كده سيبته يا زناتي. لا صفاء، انا كان عندي حق، سليم مش هيرجع غير لما رقبه واحد فينا تطير. رقبتي يا رقبته. انت عايز تسخنه عليك اكتر ما هو سخنان يا زناتي؟ المره دي ما ظبطتش، هتظبط المره الجايه. هو لسه في مره جايه؟ لازم يا صفاء، بس المره الجايه مش هبقى لوحدي. يعني ايه؟ يا متر، أنا لازم أشوفكم. لا دلوقتي. سلام. لا، أنا ماليش في الحكاية دي نهائي. يعني إيه يا حاج الكلام ده؟ يعني اللي سمعته أنا. جرايه يا متر، ما تفهم الحاج إن إحنا مربوطين سوا للآخر. ما تستهدوا بالله يا جماعة، خلونا نعرف نفكر. نفكر في إيه؟ هي عاد فيها التفكير؟ أنا خلاص شبعت مصايب من ورا البني آدم ده. المصايب دي أولها عندك أنت وابنك يا عم الحاج. ليه يا أخويا؟ كنت انا وابني اللي قلنا لك روح يا كنسلي من انصاري. وانا عملت كده ليه؟ ما انا عايز اقطع عرق واسيح دم عشان نخلص. والله انا غلطان يا متر. ايوه غلطان، غلطان لانك بتفكر من دماغك من غير ما ترجع لاي حد. انت فاهم نفسك اللي بتفهم لوحدك ولا ايه يالا؟ المهم خلاص، اللي حصل حصل، والكلام في الفايت نقصان عقل. خلينا نفكر في اللي جاي. جاي ولسه في جاي؟ ايوه في جاي، واللي جاي يخصنا كلنا. سليم الانصاري دلوقتي طار وبقى طارين، واحنا مش عارفين بيفكر ازاي. الله يخرب بيتك على بيت اليوم اللي شفتك فيه. والحل يا ناشا هنعمل ايه؟ الحل ان الافندي ده لازم ياخد اجازه. انت تروح بكره تقدم على اجازه، وانا هشوف لك مكان تتوى فيه لغايه ما تعدي الليله دي على خير. بس على الله بقى حكايه البنت اللي اتخطفت دي ما تظهرش وتتقلب على دماغك. ما تقلقش يا متر، انا عامل حسابي، محدش شافني غير البنت نفسها، وحتى مكالمات التليفون كنت بعملها من تليفونها. يعني كلامها قدام كلامي. يا سلام. طب والتاجر اللي انت اتفقت معاه يا بورم؟ حسن الطبع ما يقدرش يفتح بقه، لانه عارف قبل ما يفكر يعورني هعوره. وبعدين يا حاج ما تقلقش، انا زناتي. اه العظيم، ثلاثه ما ودانا في داهيه غير البرمجه بتاعتك دي. مفيش داهيه ولا حاجه. المهم يا جماعه، لازم نحرص الفتره الجايه كويس قوي، وبعدين يا ريت ما حدش يجيب خبر لحماد بيه، عشان ما احناش عارفين رده فعله ايه. تميم بيه، بس عادتك عارف ناجي العوضي ده بتاع كلام كتير، عامل فيها احمد عراب. تمام سعادتك، ما انا عملت كل نصايحك وبعدت عن موضوع سليم الانصاري ده خالص. لا بس انا مش عايزك تقلق من موضوع ناجي دوت، اصل ده ما وروش غير الكلام الكتير. بس ما تقلقش، هو مش ماسك علينا اي حاجه. تمام سعادتك.
في امان الله، مع السلامه. تعال لطفي. في جديد؟ لا، اصل في واحد في المجلس عندنا عمال ينخور وراك. المهم طمني لو في اي حاجه ده في موضوع سليم الانصاري ده. ماشي، يلا سلام. سلام. جدع حوت، عفرم عليك. يعني هم دلوقتي اتقابلوا وبعدين كل واحد نزل لوحده. طب تمام، خلي عينك بقى على زناتي واوعى يغيب منك، بس من بعيد، ما تخليش ياخد باله. ها ماشي، يلا اتكل على الله، لو في حاجه كلمني. يلا سلام. والله عفرم عليهم، ده اكنهم كانوا معانا وسمعوا اللي انت قلته لهم وبينفذوه بالظبط. الحمد لله كل حاجه ماشيه كويس. وانت ناوي على ايه دلوقتي بقى يا اسلم بيه؟ بكره، بكره نضرب ضربتنا. يا شيخ عزام، الامور كده طولت والخواجه هيزهق. بقول لك يا اسحاق، انت مش سمعت الشيخ عطيه بودانك وهو بيقول الموضوع هيخلص بكره؟ بس يا مولانا ما فيش بس، ما تجهدش دماغك في التفكير. الموضوع هيخلص بكره، وبعد بكره باذن الله هنبدا الحفر. لا حول ولا قوة إلا بالله. بكرة يا شادي والله العظيم هخلص لك الحوار ده. يا ابني عيب عليك، أنا الموضوع ده يهمني أكتر منك. طب أنت فين طيب؟ طب ما تجيلي على البيت. لا طبعًا، يعني هطمن عليك إزاي يا شادي؟ يعني أنت بتكذب على فكرة. وبعدين تعالى هنا، أنت إيه اللي خلاك تاخد المطوة بتاعتي من هنا؟ كنت فاكرني مش هعرف؟ طب يا شادي شوية كده وأكلمك. يخرب بيت أمك، أنت إيه اللي جابك؟ أعمل لك إيه يعني؟ وحشتني. عاوزة إيه إنجي؟ إيه اللي جابك؟ الله، ما قلت لك وحشتني. انت سامعك راحت من الضرب ولا ايه؟ لا وحشت امك انت اللي دماغك راحت من الضرب. واعملي حسابك ان انا مش هجيب لك مخدرات تاني. ليه؟ خايف عليا؟ لا خايف على نفسي. قسما بالله انا ما ندمان على حاجه في حياتي قد معرفتك. ممكن افهم ايه اللي انت عملتيه مع شادي ده؟ اعمل له ايه يعني؟ ما هو اللي دخل عليا وانا مصطبحه. وانا بصراحه ما كنتش فايقه للهري ده خالص. في واحده ست تقول لجوزها كده يا فجره؟ عايزه اخلص. انا بصراحه زهقت، ما بقتش اقدر اشوف ولا اسمع حد غيرك. وراي يا انجي؟ انت فاكرني كاميروني ولا ايه؟ انت بتضربي ايه بقى لك كام يوم هبب عليكي كده مخليكي خاربه الدنيا؟ هو انا لازم اكون ضربه عشان احبك؟ انا مش فاهمه انت قفش كده ليه؟ انا كنت فاكراك هتتبسط. وانا ايه اللي يبسطني في البومبه اللي فرقعتيها في وشنا دي؟ هتطلق. مفيش حد يبقى ليه حاجه عندنا، لا شادي ولا غيره. نعم يا اختي. وبدل بقى جو الحراميه اللي احنا عايشين فيه بقالنا سنه وشويه ده. لا انا ما يخصنيش انا الكلام ده. امال ايه اللي يخصك بقى ان شاء الله؟ اللي يخصني صاحبي اللي انت كسرتي قلبه. الواد حاول لا مخه شت منه من ساعه ما يرب عملتك السودا. عملتي انا اللي سودا؟ وانت عملتك ايه بقى بينك؟ بقول لك ايه يا انجي؟ انت من اول يوم دخلتي في البيت ده وانا مرسيكي. شادي اهم واحد عندي في الدنيا، مستحيل اخسره تحت اي ظرف من الظروف. انت عبيط يا ابني؟ شادي ايه اللي انت بتحبه وانت مصاحب مراته بقالك سنه وشويه؟ والله بقى بني ادم وكلنا بنغلط. بعدين انت اللي اغرتيني وانا ضعيف من المنطقه دي هي. انا ما ضربتكيش على ايدك. ولا انا ضربتك على ايدك، وشادي بتاعك ده عارف ان انا مش طايقه وفضل مكمل. يبقى يستاهل بقى اللي يحصل له. عارفه يا انجي ايه الفرق اللي بيني وبينك؟ لا مش عارف. انا متاكد انك مش هتفهمي، بس هقول لك. الفرق اللي بيني وبينك ان شادي بالنسبه لي بجد شخص مهم في حياتي واحبه، لكن انت عمرك ما حبيتيه. ده على اساس ايه بقى؟ انك حبيت مراته كده فوق البيعه يعني ولا ايه؟ انا قلت لك مش هتفهمي. وبعدين الحب وبقت ايه؟ انا عمري ما قلت لك اني بحبه. انا لا بحبك ولا ينفع احبك ولا احب غيرك، انا طايق نفسي بالعافيه. شويه الحب اللي قد كده في حياتي متقسمين ما بين امي وما بين شادي. صدقي بقى ما تصدقيش ولا اكلك قطر عشان قرفت. وكويس قوي ان انت جيتي دلوقتي عشان اقول لك الكلمتين في وشك. اللي بينا خلص يا انجي. لا تحاولي تتصلي بيا ولا تهوبي ناحيه البيت. خلصت. يا ريت بقى تسافري ولا تهجري ولا تغوري في داهيه. كده؟ ماشي يا تامر. بس خليك فاكر ان انجي ما تعملش معايا كده. وان عادي جدا ممكن اطربقها كلها فوق دماغكم. Thank you.
ايوه يا باشا. الله، هو كان كلام عيال ولا ايه يا باشا؟ لا يا باشا، مش حسن ضبع اللي اتكلت على فاه ويسكت. حصل ايه؟ حصل ان البنت لسه ما رجعتش، مرات اخوها خفيت هي كمان ومشيت. الله، انتوا بتشتغلوني ولا ايه يا باشا؟ لا، ده انا اجيب عليها واطيها وطربقها فوق دماغ الكل. اسمع يا جهر انت، ايه بتعلي صوتك وانت بتتكلم معايا؟ ده انا لبسك 100 قضيه وانا قاعد في بيتنا، واخليك تقضي اللي باقي من عمرك في السجن روح امك. وانا مالي ابراهيم هبه هو وعيلته؟ ما تروح لو ليك حق عنده خده. بقول لك ايه، عليا الحرام من جيل لو جبت سيرتي مع مخلوق لا خليك تزعل وتجيب ناس تزعل معاك. اوعى تتصل بيا يا جعري انت تاني. يا اخويا بس اهدى كده شويه، لا يجرى لك حاجه. كلهم عليا يا ولاد الكلب، ده انا زناتي. معاش ولا كان يا اخويا، معاش ولا كان يا اخويا اللي هاوب ناحيتك. اقعد يا زناتي، اقعد يا اخويا، اقعد يا زناتي يا حبيبي، اقعد واستهدى بالله كده. كله من سليم ابن الكلب، من يوم ما شفته ما شفتش يوم عدل، وحياتي مش هتتظبط غير لما اخلص منه. يا اخويا ما انت حاولت تخلص منه وما يقدر على القدر اللي ربنا. لا يا صفاء، انا مش هرتاح ولا هدالي بال غير لما اخلص عليه بايدي. يا اخويا ما انت حاولت قبل كده تخلص عليه وما نفعش. انا بس اللي استخبلنا يومين في حته كده، وبعدها ليا ترتيب تاني. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مش هقدر اعمل كده يا سليم، مستحيل. يا ده بطل عنده اعمل اللي بقولك عليه. يلا خلصي، مفيش حل تاني. عشان خاطر يا سليم فكر، اكيد في حل تاني. حتى لو في حل مفيش وقت، يلا خلصي يا ده. طب انت بقى ما قلتليش الكلام ده من بدري ليه؟ عشان كنت هتقولي لابوكي، وابوكي ما كانش هيرضى يعمل كده. يلا يا ده، يلا ما تتعبنيش بقى. طب انتوا هتعملوا ايه؟ مش عارف، بس بعد اللي عطيه هيعمله مش هينفع نقعد هنا. خلاص يلا بيتر، يلا متعبيش قلبي بقى، يلا خلاص. لو سمحت عايزة أبلغ عن مكان مجرم هربان اسمه سليم الأنصاري. أيوة عوني، هاي برافو عليك، تطلع على هناك ومعاك قوة كبيرة، ما تروحش لوحدك. المنطقة اللي هناك دي مليانة أسلحة. اسمع الكلام، أول سليم الأنصاري ما يبقى تحت إيدك كلمني على طول. يلا بالسلامة، مع السلامة. تعالى صلاح، وشك حلو علينا. جات لهم إخبارية بمكان سليم الأنصاري. طيب مبروك. مش هقول لك ألف مبروك إلا لما سليم الأنصاري يبقى في مكتبي. قول لي بقى كنت عاوز ايه؟ كنت عاوز استأذنك في حاجة كده. يا اخواني، اني اشهد الله واشهدكم على هذا المارق الذي تحول الى مرض خبيث ينعس في جسد بلدتنا الطاهر. وكما قال المولى عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، وان جنحوا للسلم فاجنح لها. وانا قدامكم اهو بديله فرصة أخيرة إنه يخرج بره البلد ويرحل بفسكه وفكوره، يا إما قسماً بمن رفع السماء بغير عمل أخلي البلدوزر ده يساوي الأرض بالبيت اللي فيه. سمعني يا صالح، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فعليها. تكبير، الله أكبر. تكبير، الله أكبر. تكبير، الله أكبر.
تكبير الله اكبر. اوعى يا سليم، انا هخرج لعطيه اتكلم معاه. ما ينفعش، رجعي بعيد، بعدين ما تلاقيش كوغاي في الطريق. استر يا رب. انت رايح فين يا شيخ صالح؟ ما ينفعش اللي هتعمله ده انت كمان يا عم صالح. انت خايف؟ انا خايف عليكم. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. تكبير الله اكبر. تكبير الله اكبر. البتاع اللي انت ماسكها في ايدك دي يا صالح، انت مش شايف فيه ايه قدامك ولا ايه؟ يعني انت مش هعمل بصيره بس، انت اعمل بصر كمان. ارمي يا صالح البندقيه اللي انت ماسكها في ايدك دي. هو اللي علمك ما حفظكش قوله تعالى: وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله؟ لا علمها لي يا صالح، بس الكلام ده يخص المؤمنين ما يخصش امثالك. وانت بقى اللي معاك الختم اللي بيقول ده مؤمن وده مش مؤمن يا عطيه. تعال خش جوه يا عم صالح، ملوش لازمه الكلام. اسمع يا صالح كلام الجدع اللي معاك، احنا مش فاضيين للكلام الفارغ بتاعك ده. انا عندي كلمتين هقولهم واجري على الله. يا اخوانا انا عشت عمري كله وسطكم، ربيت معظمكم زي ولادي بالظبط، وليكم علي حق النصيحه. يعلم ربنا اني بريء من كل التهم اللي رماني بيها عطيه وصدقتوه. وانا لو سبت بيتي عشان احمي نفسي هبقى بخون كل حاجه جميله علمتها لكم، وعشان كده أنا مش همشي ولو فيها رقبتي. بقى أنت يا صالح اللي بتكلمنا إحنا عن التربية والأخلاق؟ يا أخي روح ربي بنتك اللي أنت سايبها عايشة في حضن اتنين أغراب. كان لازم أصلح غلطتي في تربيتك يا كلب. اثبت. أبويا أبويا ما تعيطيش يا هدى، أنا رايح للحبايب يا بنتي، أنا كنت بتمناها ونولها لي. لا لا، من مات دون بيته فهو شهيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما تسيبنيش. أشهد أن لا إله إلا الله. أبويا ما تسيبنيش يا أبويا بالله. أبويا عزمني مين يا شيخ صالح؟ عزمني مين؟ أبويا يا شيخ صالح، يا شيخ صالح أبويا أبويا. هنعمل ايه مولانا؟ هجوم مالي البلد. بلغ لاخوانه اقتالهم بلا حواده، وان الله وعدهم احدى الحسنين، الفوز او الشهاده. وانت شوف العربيه بسرعه وبلغ ابوها يسيب البيت حالا. احنا هنسيبهم لوحدهم؟ هنسيبهم لوحدهم، احنا لازم نكمل مسيره في مكان اخر. يلا اتحرك بسرعه. انت مين يا جدع؟ انت هتعتني منين؟ انا اسمي سليم الانصاري. خليك بقى فاكر الاسم ده كويس عشان هيفضل طول عمرك ابوس في حياتك. انا كنت فضيلك النهارده، كنت ندمتك على كل حاجه عملتها مع الشيخ الطيب ده، بس معلش هقابلك في السجن قريب. استهدي بالله يا حبيبتي، ربنا يصبرك. مات مات وسابني لوحدي، سابني لوحدي في الدنيا. اهدي يا حبيبتي اهدي، انت مش لوحدك، احنا كلنا معاكي. يلا ابراهيم. يا سليم بيه كنت فين؟ اتاخرت ليه؟ كان لازم اجيب حق عم صالح قبل ما نمشي. يلا انا مش همشي واسيبه. ما ينفعش عشان خاطر يا سليم. مش هقدر. يلا يلا حيد الله يا انسه هدى. يلا حيد الله.
الجثه دي تتنقل على المشرحه فورا، ونستنى تقرير الطبيب الشرعي لما يطلع، وساعتها هنعرف النيابه هتطلع تصريح التثبيت. والجثه يا فندم مين هيستلمها؟ ده بنته ملهاش اي اثر. هتظهر يعني هتروح فين؟ وساعتها هنعرف اللي حصل بالظبط. سليم الانصاري يا فندم. سليم الانصاري هيروح فين يعني؟ ما بقاش عنده حته يروح فيها. هنجيبه هنجيبه، لازم هيقع في ايدينا. اقلبوا لي الدنيا على سليم. حاضر يا فندم.